السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا الاجتماعيات للصف الخامس الابتدائي. كتبت نموذج أسئلة مع الحل لامتحان نصف السنة. هذه السؤال الأول. هاني خلنا زين. السؤال الأول تعاريف، عرف ما يأتي. سؤال أول التعاريف، عرف ما يأتي. أولا بيت الحكمة هو يعد من المؤسسات، شوية شي أي يعد من المؤسسات العلمية والثقافية المهمة التي تأسست في مدينة بغداد منذ أن شيدها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة 145 للهجرة. هذا تعريف بيت الحكمة. ثانيا المحافظة هي وحدة إدارية تتميز بخصائص جغرافية طبيعية وبشرية تميزها عن المحافظات الأخرى. ثالثا دوائر العرض، وهي التي تكون على شكل دوائر وعددها 180 دائرة، فيستفاد منها في تحديد نوع المناخ بين دول العالم. خطوط الطول هي خطوط وهمية تكون على شكل أنصاف دوائر يبلغ عددها 360 خطا، ويستفاد منها تحديد الأوقات بين الدول. الكوفة تعد من الأمصار الإسلامية التي أسسها العرب خارج شبه الجزيرة العربية، بنيت في سنة 17 للهجرة على يد القائد سعد بن أبي وقاص. هذه التعاريف. بعدها أكو تعاريف. هاي التعاريف. زين. سادسا سوق الثلاثاء، وهو من أعظم الأسواق في بغداد، يعقد في أول يوم ثلاثاء من كل شهر. النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان في أنباته. هذا سؤال الأول التعاريف. سؤال الثاني ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة التالية. أولا الخليفة المنصور هو أول من باشر ببنائها سنة 135 هجرية، خطأ 145 يعني مو 135. ثانيا العراقيون هم أول من اخترع الكتابة، صح. تشغل منطقة السهل الرسوبي حوالي 24%، صح. بنى مدينة الكوفة سعد بن أبي وقاص، صح. ينبع نهر دجلة من المرتفعات الواقعة في جنوب غرب تركيا، خطأ في شرق تركيا. يتركز هطول الأمطار في العراق في فصل الشتاء، صح. تشغل الهضبة الغربية حوالي 15%، خطأ 55%. هذه الصح والخطأ. السؤال الثالث يقول املأ الفراغات التالية. أولا كان سوق من أعظم أسواق بغداد هو سوق الثلاثاء. طبعا هاي دائما معلوماتنا يجيبون هذا سوق الثلاثاء، كلش مهم، كان تعريف وكان فراغ. ثانيا يعد أم الدنيا وسيدة البلاد ومدينة السلام، هاي يعني بغداد. بغداد هذه مو يعد، هذه ناس يلدار. بغداد، بغداد نقول أم الدنيا وسيدة البلاد ومدينة السلام. ثالثا أهم أنهار وطننا العراق نهر دجلة ونهر الفرات. رابعا أهم الصناعات في وطننا العراق الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج. خامسا يبلغ عدد دوائر العرض حوالي 180 دائرة. سادسا عدد محافظات وطننا العراق 18 محافظة. يجاور وطننا العراق من جهة الشمال تركيا. نستفيد من خطوط الطول تحديد الأوقات بين الدول. يبلغ مساحة المنطقة الجبلية حوالي 6%. يسمى بغداد المدينة المدورة لأنها اتخذت شكلا دائريا وأحاطت بأربعة أبواب، باب الكوفة وباب البصرة وباب خراسان وباب الشام. هاي الفراغات، خليني أوضحها. هاي عين الفراغات. هنا كتبت بس اسم الصفحات، يعني خاطر بس تطلعون اسم الصفحة. السؤال الرابع ما هي عوامل مدينة بغداد، صفحة 56. السؤال الخامس ما المقصود بالأختام الأسطوانية، وضح ذلك بإيجاز، صفحة 45. هاي الأختام الأسطوانية. عرف النبات الطبيعي وما هي أهميته، صفحة 30. ما أهمية موقع العراق، صفحة 6. ما هي الظواهر الطبيعية، صفحة 18. ما هي روافد نهر دجلة، الخابور، الزاب الكبير، الزاب الصغير، العظيم، ديالة. يمكن تقسيم طرق النقل إلى عدة أقسام، عددها مع الشرح، صفحة 38 و39. عيني كتبت بس أسماء الصفحة هذني، وانتو طلعوا الصفحة. هاي 10 أسئلة فراغات. هاي عيني
هاي الفراغات وهاي الصح والخطأ، الصح والخطأ، وهذه التعاريف. وإن شاء الله النجاح والموفقية.